بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لعبة القط والفار ما زال شغالة. النهاردة الزمالك بيكسب الاتحاد في عقر داره 2-1. الحسنة الوحيدة للمسلوسي من يوم ما جه. عبشاف النهاردة غير الماتش اللي فات نهائيا. شوية ملاحظات كده عايزين نقولهم. أول ملحوظة، كارتيرون ما بيعرفش يدير. ماشي، نزل اوباما وجاب جول، انما بصراحة انت يعني مش عايز اقول لك ضايع فنيا. انت بتلعب على بطولة يا عم الحاج، واللي بيلعب على بطولة ده احنا مش عايزين اداء ومش عايزين بتاع. ماشي، عشان انت ما عندكش دكة، فلازم من اول ما الحكم يصفر لازم تنزل ان انت تجيب جون زي ماتش المحلة كده. دور على انك تجيب جون، مش لسه الشوط التاني انت بتلعب على بطولة. امال انت عايز الدوري ليه؟ امال عايز تنافس على الدوري ليه؟ دي الملحوظة الاولى. وتغييراته مفيش يعني، يمكن اوباما شوية. طيب نتكلم بمنتهى الامانة، لو نادي الزمالك وجماهيره عايزين الدوري، جنش يبعد عن الماتشات اللي جاية. الجون مسؤوليته، جنش مش قادر. انا بتكلم طبعا مفيش حد كان بيدافع عن جنش قدي ايام ما كان فورمه، انما انت دلوقتي انت مش كويس صراحه. يعني الجون داخل في الدقيقه بتاعتك ازاي؟ الراجل سارق ماشي الديفنس وطالع بره الجون ويحطها بالشكل ده وانت تحطها في قلب الجون، انت ايه رد فعلك؟ بصراحه مش كويس. نادي الزمالك بدأ الشوط الاولاني وبيلعب مباراة عادية كأنها مباراة ودية وعادي، ومفيش في دماغه ولا لاعبته ولا مدربه ان مثلا بيلعب على بطولة دوري. خلي بالك انت لو بنت ضاع منك خلاص الاهلي ركب، ونفس الكلام لو بنت ضاع من الاهلي الزمالك هيركب. بس هنا في الحالة دي انا ما اثقش في لعيبة الزمالك ولا مدربه. لو الاهلي بكرة مثلا اتعادل، لان هيجي الماتشات اللي بعد كده الزمالك هيتعادل، لان لعيبه الزمالك ما بتصرش. انا بكلمكم بمنتهى الامانه. وعلى فكره كويس ان الزمالك بيلعب قبل الاهلي، لان لو الزمالك لعب بعد الاهلي، الاهلي لو كسب هيحط ضغط على اللعيبه، اللعيبه هتقع. فكويس جدا ان الزمالك هو اللي بيبدا يلعب، عشان برضو الى حد ما يعني ما بيبقاش ضغوط عليه زي لما الاهلي مثلا هيلعب قبليه زي النهارده كده ويفرق 3 بونت، وهو داخل مباراه مثلا بكره استر يا ستار. ف لعب الشوط الاولاني مفيش اي انياب. يا عم مش عايزين اداء، يعني سمعت من ناس كتيره يا عم احنا مش عايزين اداء، احنا عايزين بس يبقى في حلول في الحته الهجوميه. طيب طلعت الجزيره ليه وانت يعني كسبان 1 وبرده المباراه على كف افريقيا؟ الجزيره ده ما يطلعش. انت خايف تطلع بن شرقي؟ بن شرقي وحش جدا النهارده جدا، وشيكابالا مش هو شيكابالا، وزيزو مش هو زيزو. يعني اذا الحلول اللي عندك في الحته الهجوميه مش كويسه، والوحيد اللي بيتحرك والوحيد اللي عامل قلق هو سيف الجزيري. انت بتطلعه ليه؟ عشان تنزل لنا مروان حمدي؟ ده مروان حمدي في الجونين اللي الجون اللي جه لازم هو اللي يجيبها جون، مش عبد الشافي. هتقول لي حاططها، ده حاططها في نص الجون. ده محمد صبحي ما شاء الله يعني نشل على عبد الشافي وعمل له التو زي ما الكتاب بيقول. فما فيش لا شكل ولا اداء ولا فرقه تحسسك ان هي بتلعب على بطوله. ازاي يعني ازاي؟ وجماهير الزمالك حاطه ايدها على قلبها وقاعده خايفه وقاعده مرعوبه، وبعد كده ينزل بمجرد ما يعمل تغييره وربما ربنا ينفخ في صورته، وان شاء الله يا رب كده يبقى الجواز وشه حلو عليه، نزل جاب جول. طب خلاص امسك بقى، كلم الناس بقى تمسك كرة وتسيطر وتستحوذ وتك تك 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 تك، وانقل هم دي الفرقه اللي قدامك. ما هو ده كان نادي الزمالك بيعمل الكلام ده ايامنا، لما بمجرد بس ما نجيب جول ونفرق عن المنافس بنمسك الكوره ونتحكم فيها، بنوقعه نفسيا ومعنويا، عشان ان انت يقول لك خلاص يا نهار ابيض، ده الفرقه فائت، ده الفرقه ماسكه كوره، ده مستحوذه، ده هيجيبوا الجول الثاني، هو اللي يبدا يجري وراك، هو اللي يبدا يدافع. انما طبعا انتوا بتلعبوا يعني بختك يا ابو خليل. طبعا الشوط الثاني كله الشوية اللي ضغط فيهم الاتحاد
كورتين من جنب القائم، لو في الجون جون، دولت ما يسألش عنهم جنش، يعني جنش مش هيسأل على الكورتين اللي هو الشوطة اللي جت من جنب القائم وغيرت اتجاهها، والتانية بتاعت عبد الغني اللي حطها بدماغه جت من جنب القائم، إنما الجون طبعا يسأل عليه 1000000%، يسأل عليه. عايزين تكسبوا بقى لازم أبو جبل يرجع. يا أبو جبل يا عواد، مين الأحسن في الفترة دي؟ ومفيش حاجة اسمها مجاملات، أنت هتجامل يبقى أنت كده بتضيع الدوري. أنا بقول لك أهو، هتجامل جنش على حساب جماهير الزمالك ونادي الزمالك، يبقى لازم كلكم تمشوا بقى، ويبدأ يتعمل غربلة تاني بقى، ونبص على اللعيبة بقى ونقول مين اللي يقعد ومين اللي يمشي والكلام ده. إنما لو خدتوا الدوري هتداروا، لو خدتوا الدوري في ناس هتقعد 3 سنين تاني، سنتين، 4 سنين، 5 سنين، لأن خدوا دوري. واسألوا الدوري اللي خدوه أيام المستشار مرتضى، في لعيبة قعدت وكملت يمكن لغاية دلوقتي مكملة، من ضمنهم طارق حامد يعني. فعايزين نقول إن الزمالك فلت النهاردة من فخ التعادل. خلي بالك الماتشات اللي جاية، الماتشات اللي جاية ما فيهاش ياما ارحميني، مش هتعرف تعوض تاني، اللي بيعدي ما بيجيش زيه، فانت لو وقعت انسى ان انت هتقع تاني. فكلمة لوجه الله ولاعيبة الزمالك، لازم يبقى اصراركم اعلى من كده، الحافز عندكم اعلى. يعني مثلا اللغط اللي حصل امبارح، واحمد مجاهد وجاب مش عارف الاتحاد لو خلاه يلعب الاتحاد فين النهارده، يعني مع كل الاحترام والتقدير، لو هي زي ما انتوا بتقولوا كده ومشحون، ما يمكن الشحنه دي هي اللي فرقت معاه، ما خلتوش كويس، لان لعب تحت ضغط وما عندوش اللعيبه اللي هي تشيل الضغوط دي، او الخبره اللي هي يبقى عندها الملكه اللي هي تبدا تضغط عليك عشان تلعب كونفدراليه، فممكن يكون فرق معاهم هم وما فرقش معاك، بدليل ان اتحكم وحش النهارده. الزمالك الشوط الاولاني ما شاطش واحده على الجول، الزمالك الشوط الاولاني بيلعب سلبي جدا، ونفس الكلام الاتحاد، يعني برضو مش هنقول الفرقه على فرقه، لا الفرقتين يعني. فانا شايف ان الحافز عند نادي الزمالك اعلى، لانك انت بتلعب على بطوله، انما التاني حتى الحافز بتاعه ان هو كان هيخش الكونفدراليه اللي لسه السنه الجايه. فالناس بقى قعدت من امبارح ولا، وبعدين اصل ماتش المصري والاهلي هيبقى فسحه، وهيبقى ايه يا جدعان، في ايه؟ انتوا بتبرروا ليه يعني للاعيبه الزمالك ان لو تعادلوا او خسروا النهارده ان انتوا بتدوهم المبرر ان هم اصل الاتحاد عمل، انا مالي ومال يلعب كونفدراليه، مال انا نازل اكسب، انا عايز الثلاثه بونت عشان اكمل في المنافسه، ماليش دعوه ان شاء الله هيوصل كاس عالم، انا مالي، انا الزمالك لازم اكسب، انا الاهلي لازم اكسب، الكلام ده. انما نقعد بقى ونقول ونبرر، وناس بعتلي امبارح شفت اتحاد الكوره، شفت احمد مجاهد، شفت مش عارف ايه، طب النهارده ما انت بقى في الحاله دي لو انت نزلت من البدايه وواحد اتنين تلاته وكسبت وعملت اداء، حتى لو ان هو الاتحاد ضدك مش هيقدر يفتح بقه، يبقى انت كتمت كل الاصوات اللي هي عايزه توقعك مثلا. انما انا مش شايف ان في حد عايز يوقعك، انتوا اللي عايزين تعملوا وتخلقوا مبرر عشان لما الزمالك يتعادل ولا يخسر، اصل احمد مجاهد، اصل اتحاد الكوره، اصل هو حمس الاتحاد عليه، لا كده كده الاتحاد هيتحمس عليك، لان كده كده معاهم حسام حسن، وحسام حسن لا بيحب لا يخسر لا من الاهلي ولا من الزمالك، لان هو كمدرب عمره بيتوب.